انتهت التجارة في هذه القطعة ديال البهايم. ايوه في هذه البهايم. مباشرة من متابعي مشاهدي قناة شوف تي في قناة الشعب، مرحبا بكم. انا في هذا البث المباشر من بلاصة الحمير، مباشرة من السوق الاسبوعي عند الريج. الثمن رخيص والاقبال قليل، البيعة والشراية الحركة عنده معايا انا دابا. هذا تجرب تجرب هذاك. السلعة واش خدامة ولا ما خدامة؟ خدامة. قول لي المليح. المليح. شنو دير الثمن اليوم المرزا؟ الثمن شوية اخويا. ما كاين سلاك، كاين الثمن وما كاين سلاك. الشمس ضربات من قول لي الثمن ما كاين شي، السلاك حتى هو ما كاين. السلاك شوية هذا اخويا. دابا سالاو الناس بالحر تيمكن. ويا ها البهايم ها هما جايبينهم. هذا ما الباغيين. وما كاينش هادو باغيين. شحال داير هاد الكحل هذايا؟ وهاد الكحل داير 130. 130 وشكون غادي يديه؟ ما كاينش البيع، ما كاينش. مال الحمير ما شراهم لي الحمار 90 الف راك قاطعوهم ولا؟ وباغي نقص به الحمار مخير. وهي خصيب الكرة تبان غالي والماكلة غالية وكل شيء غالي. الشعير والو ما كاينش الدعم ولا شي حاجة؟ حرام ما كاينش كاع الدعم، تا في الطحين ماشي لا في الشعير. قلت ثمن ياكلوا العيال. ثمن ياكلوا العيال ما كاينش ماشي. ايوا اجي نشوفوا هذا. هذاك حال قلنا شنو داير في السن دابا؟ انا ما تنعرفش هذا الشيء. هذا يلا عنده 8 سنين هذا. هذا وهذا عنده 5 اجي نشوفوه هنا. تبان لي موقد ما يضرب هذا. بغى العشاق الباغي اللي خصهم الباغي ديال الحار الكروسه كل شيء كاين. هذا داير الحار الحاج. هما مساك الحريبي والو. لا حنا عندنا زيد ابويا دير معاه في السجوان. زيد العداء كان شي البيع ما كاينش الا من صوره. واكاين لا بيع لا والو. سامرين جالسين من الصباح، حنا جالسين بلا رداتي وصلى على النبي. والتمنيه والله ما كاين حاجه. سامر الله يرحمنا. الاسباب اللي خلت السوق يكون هكذا؟ شو ابويا الاسباب؟ المطر. المطر الله يرحمنا ابويا. المطر دابا راه سامره باش ما شريتها ولتحت باش ما خلص. بيع وشراء ما كاينش. ما كاينش والله. الا سامره احنا قاسين والله معنا برادتها. دابا تخلصوا المركب وكذا. والله خلصوا المركب الكراره باش هذا 50000 نهار خميس. واليوم عاود 4 في 5 والفطر في الصباح فطرنا ب 1000. والله تاع ما صور له. والله قال ما صور له. والله يدير شي تاوي الخير. لا ما عاود الله باش انت تبيع وتشري. هاي تبيع ونشري في هذه البركه هادو. هما الله يخرج على خير هاد الباغي هادو. سير ضرب عليهم 700 كيلومتر تعال جيبهم لهم لهنا لبني مزقل يضحكوا عليك صافي. هو قاعد ود نهيري تيضحك علينا من الصباح فطور ما بغاش يخلصوا علينا. انا خلصوا الصباح بصح بالمعقول ماشي بالضحك. انا باقي بالجوع لدابا هذا هو. واش نقول لك؟ واش خلص النهيري ما عدا خلى بالمعقول. شوف البهايم تطوعوهم ماشي البشر. فدابا تا دابا مول الفطور هو باقي هنا. قول له على خلصك عليا انا 4000. قال له سير قيد في عي قيد في الكنيفه ولا هذا راه بصح بغى عندنا 110 كيعطينا 80. هو هذا السيد كيعطينا 80. واش شري هو 110 مزيكرا. واش شري اجي ديك الوقت اللي كان بغى المليون ونص. هذه كانت الدنيا مزوهره. كانت مزوهره ابويا ديك الساعات بعنا ب 300 ديك الساعه ما نلحقش ندير. ويزيدك عاود يزيدك 2000 ريال ديالك. هو قاس كيمرض علينا كيعطينا. والله الا كانت مزوهره قال لك بزاف. جواب الدولارات مليون ديال الفرنك يعطيوك فيها 140. ايه والله مليون ديال الفرنك خدام تيتهكم عليك. هو بالكريدي يا مليون ديال الفرنك. لا لا وانت لا ما لا 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 ودخلها بعد حتى هي خليها تصور. شتي باش تقول لي ودخلها. اسم الكريم سعيد. سعيد مول الملاح. هذه راه كانت دير 300 جر في الملح. والله الا كانت دير 300 والله جر في الملح. انا باش تاكل. هي فينيا. هي مزوقه تاع الحرات. تاع الحرات دير فيها ما عجبك. ها ماشي عاد تحرات. ها الركوب اي شيء. لا من الحرات لا من الركوب لا من كل شيء. وفينيا هي من الصباح. ها ودنيري تيضحك عليك تيقول لك واش تخليها ب 140. ها مليون ديال الفرنك احنا قاعدين نتسنى. واش من تيقول لك الفلوس تصبر عليا شهر. واه ها هو خدام دابا تيضحك علينا. يلا قال لك الوقت راه الشمس. هو والله يرحم. وانت اش فيك من حرام؟ حنا ولاد دابا. حنا ولاد دابا. يا هو دابا غيعطيه الفلوس. مشى جلس واحد شهرين ولا ثلاثة. ما كاينش.
ما كاين شي ينسي. لا بغى يتفاك، ما بغاش يتفاك يسيد بيبتو الله يهديك. رجع يخلص المركوب المغلى البراء من الالف، مد الشارع عمل 3000 ايوا احنا ماشيين. ايوا رجع في الله. والبغلا بلا بلا عالف راه والو العموم. بغلا بلا ما عاد وزاد ديك السيمانه وعاد موت. هذا هو ياشي. صاير شو يقول لك في بلاصه ما دير القضيب ولا الرطيله شري الشعير. الشعير ابويا اش من الرطيله هذاك هذا راه خاوي. الشعير وركب ودير يدك. اشري هذا لعلفتي تبر ما تصيب. ما علفتي والو هذا حيد عليا. الله السلامة. والله يدير شي تاوي للخير. يا ربي الرحمة من عنده، يا ربي الرحمة من عنده، هذا اللي غنقول لك. ما الشغل شوية اللي جا لعندك باش تيشبعك بكا، الفلوس ما كاينش، البكا كاينة. أنت تمشي لبلاد الناس تخلصهم في الجوج ديال الليل، ثلاثة ديال الليل تخلصهم وتجيبهم. الله يخرج الأمور عليك. هادو جايين من سطات. والأصل ديالهم جايين من تارودانت. من البلاد اللي ضرب فيها الزنزال. من تما جايين مساكن عباش تتعرف شحال هاد ديال المسار شحال راه فوق واحد 5000 درهم اللي جايه ديال الكراوات عباش جاوب يلا هي البغله بزباله فلوس يعطيك فيها 120 130 وقاعد يضحك عليك يلا ما شاء الله وصافي نطلبوا الله الخير هذا اللي نطلبوا يا ربي يا ابويا احنا من الصباح هنا مقرنسين تترجى الله وصافي لا مالين كريدي جا ولا مالين انتم شرفاء نزهاء نطلبوا الله هذا الشيء اللي نقول لك الله يخرج دابا ماشي سي عزيز الله يخرج الامور على خير امين مالين الدار اللي بغاو يتحاسبوا معاك يجريو عليك والله القاسم تنهضر معاك ما نقول بشي بالضحك تمشي تجمع ريال منه ريال منه ديه لعباد الله تعطيه له ويجيو هنا ويبقاو يضحكوا عليك صافي ما كاينش حال الحال اللي كبرنا فيه تشري بالخلاص وتبيع بالخلاص هاد الحرفه اللي كبرنا فيها فوق 40 سنه تشري بالخلاص وتبيع بالخلاص دابا ولا في ما كان شي واحد ما عنده شغل يجي يقول لك اعطيني بهيمه يحرس عليها سيمانه ويتم جايبها لك يقول لك راه فيها الديفو ايوا واخا ما فيها حتى ديفو يقول لك فيها الديفو راه المراه خليتها مقبله وهي المراه على ضربتها الشمس ولا هذا يقول لك راه خليتها مقبله راه طيحتها البغله ولا البغله بصح ماشي بالضحك او لا تضرب العيال بلا ضحك بلا والو هذه ماشي نجمع معك في هذا الشيء عايشين فيه هذا الشيء هذا الله يدير شتا ولد خير ابو سعيد بخير سعيد سعيد الله يدير شتا ولد خير الله يسهل عليك الله يخرج الامور على خير الله يخرج الامور على خير اخويا هذا اللي نقول لك الله يخرج الامور على خير ونطلب الله الله يعفو علينا ويخرجنا من هنا على خير هادشي اللي نقول سعيد هادشي هذا شبعنا منه وقنا سعيد الله عمره سلعه راجل معقول التسعينات انا اللي قلت ديك الساعه كورتي ديال الطاكسيات كيجي عندي ونركبوا الجرف الملحه الله عمره هذا فوق 40 سنه في هذه الحرفه الكحله راه ما شاء الله من 83 لهنا ما شاء الله وصافي هذا الشيء اللي غنقول لك ما هذا الشيء هذا ما بقيناش نعرفوا نعيشوا مع هاد الشفاره هادو اليوم لا بقينا نعرفوا نعيشوا فيهم بلا صاحبي الراجل تيجيك في شكل ويولي في شكل وانت عليك كريدي خصك تمشي تعطيه العزيز وتعطيه المسيح وتعطيه الاخر وتعطيه الله وانت تبقى واغل خصك تسلف فلوس باش تعطيها لهذاك ولا هذا بسم الله نعم سيدي ما يديرش حتى ولد الخير ابو سعيد هذا تيبيع يشري في الحبوب صبور سولوا بعدا على الحبوب واش داير راه ما بغاش يعطينا الشعير البهايم شنو داير الشعير مول الحبوب الشعير غلا شويه لا هضر معاه بالمعقول بصح بصح في العشيه ان شاء الله تبان قبلتي في الدوزيه معاه هضر انا نشدك في العشيه غتكون في الدوزيه مع نتفرج فيك ان شاء الله شفتي فيها تكون مباشره 90 90 90 ريال 90 ريال الكيلو الكيلو المود شحال تيطيح او العابره كيطيح ب 2500 المود لا الامور صاحت امين يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي امين مرضي الوالدين امين ما عرفتش انا اش من وسعيد الله يسر لك الامور هو المسيح معك تما قال لك الامور ها هي البغله اللي قال خي سعيد فينا هي 10000 درهم بقى صغيره ولكن تعطيوها 7000 درهم انا حركه عيانه والتجاره واقعه جميع القطاعات ما كاينش اقبال ما كاينش بيع وشراء ما كاينش حركه الله يدير الشتاء ولد الخير والله يرحمنا بالشتاء الى هنا اودعكم متابعينا مشاهدينا الاوفياء على امل لقاء بكم في بث مباشر اخر تحيه للجميع السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته